صحة القول بأن أذان عثمان رضي الله عنه بدعة وضلالة؟ هذا هو البدعة اللي يقول الكلام، هذا هو البدعة. الرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هل عثمان ما هو من الخلفاء الراشدين؟ ها؟ عثمان ما هو من الخلفاء الراشدين؟ ما هو بالخليفة الثالث؟ طيب إذن ما أمر به سنة، والأذان الأول سنة مثل الأذان الأول الذي قبل الفجر، هذا سنة لأجل يستيقظ الناس. عثمان أمر به لما رأى الناس منشغلين بمزارعهم وبتجاراتهم لأجل أن يتنبهوا لصلاة الجمعة وتهيئوا لها، فصارت سنة. نعم، لكن هذا ما يعرف السنة من البدعة، كل ما لا يعرفه فهو بدعة. نعم.